مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات السيد باسل حفار. أهلا بكم أستاذ باسل. بداية، ينتظر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترافه بسيادة الكيان الصهيوني على هضبة الجولان السوري المحتلة. كيف ترى الخطوة وتوقيتها؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. طبعا هي خطوة لا أقول أنها ليست مفاجئة، بل هي مفاجئة لأنه لم يكن هناك تمهيد لها ولم تتحرك أمريكا سابقا نحو هذا الأمر في الفترة القريبة. طبعا من ناحية التوقيت، هناك انتخابات قريبة ستجري في الكيان الصهيوني، وتأتي هذه الخطوة لتدعم موقف نتنياهو بشكل واضح. ربما يكون التوقيت مرتبط بهذه القضية من جهة، ومن جهة أخرى هناك تصعيد كبير في المواجهة أو في احتمالية الصدام بين كيان صهيوني وإيرانيين الذين يقومون بالصياع لطلبات أو اقتراحات كيان صهيوني بالابتعاد مسافة 65 كيلومتر عن حدود الجولان، خصوصا بعد الاتفاق مؤخرا الذي حصل بين الإسرائيليين والروس، والذي وعد فيه الروس الإسرائيليين بتنفيذ هذا البند وبنود أخرى تتعلق بالوجود الإيراني. إلى أي مدى ترى أن هذه الخطوة تدخل ضمن ما بات يعرف بصفقة القرن؟ هي يعني إلى حد كبير بالتأكيد مرتبطة بها بشكل أو بآخر، لكن إطفاء الشرعية على هذا الأمر من خلال هذا الاعتراف لم يكن هو أساسا عائقا أمام صفقة القرن. الاحتلال الإسرائيلي موجود في هذه المنطقة منذ فترة طويلة، وهو بالحقيقة موجود بنوع من الشرعية أو نوع من السقوط الضمني من قبل النظام في سوريا وباقي الدول العربية في المنطقة. يعني طوال الفترة الماضية لم يحصل هناك أي نوع من الاشتباك أو نوع من التهديد على حدود هذه المنطقة، وبالتالي هو لم يكن بحاجة إلى اعتراف شرعي أو دولي بسيادة هذه المنطقة من طرف أو بآخر، ولا يشكل هذا الاعتراف عائقا أمام تنفيذ صفقة في القرن أو غيره. هناك من يرى أن الخطوة تأتي في ظل حالة الدعم اللامحدود من ترامب لرئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو. برأيك، هل توقيت الإعلان مرتبط بشكل أو بآخر مع موضوع الانتخابات الصهيونية، لا سيما أن نتنياهو سيحضر توقيع المرسوم؟ أنا يعني قلت أنه واحدة من أوجه العلاقة يعني ربما تكون الواضحة هي مسألة التوقيت المرتبط بالانتخابات، وهذه الخطوة هي توفر دعما معينا أو دفعة كبيرة لنتنياهو في يعني التسديد لولاية أخرى. كيف ترى التعاطي العربي مع هذا الإعلان؟ يعني هو إلى حد كبير ضعيف. صدرت مجموعة من البيانات من الدول العربية وغير العربية، دول أيضا إقليم ودولية، رفضت هذا التوجه، وإلى الحد الآن لا يوجد أي موقف رسمي داعم للموقف الأمريكي سوى الموقف الإسرائيلي نفسه. لكن في المقابل لا يبدو، سواء بالقياس على أداء الدول العربية بالنسبة لقضايا سابقة مثل مثلا نقل السفارة الأمريكية أو إلى القدس وغيرها، أو بطريقة التعاطي الحالية التي تكتفي بالتنديدات أو البيانات وغيرها، لا يبدو أن التحركات العربية لماذا يقتصر الدور العربي أو دور المعارضة العربية إذا صح وصفها بالشجب والاستنكار فقط؟ يعني دول المنطقة لم تعد العد لمثل هذه المواقف للأسف. هي يعني خاضت حربان أو ثلاثة مع الكيان الصهيوني في فترات سابقة، واشتباكات متقطعة في فترات أيضا سابقة، ثم يعني لم توجد أن هناك خطط حقيقية من قبل دول المنطقة لمواجهة الكيان الصهيوني أو إيقافه عند حده. وبالتالي عندما تأتي خطوات مثل هذه لا يكون هناك تدابير كافية يعني وقفها. من اسطنبول، رئيس مركز إدراك للدراسات السيد باسل حفار، شكرا لك.